تعالوا بقى نظبط البروفايل. لو انت واخد بالك هنا مفيش بيكتشر للبروفايل بتاعتك، فتعال نخش كده على ندوس على السهم ده او على الاسم نفسه ونخش على بروفايل. من بروفايل هخش على تشينج بروفايل فوتو. خد بالك ان انت وانت بتابلود الفوتو من الكمبيوتر بتاعك، هو المينيمم سايز اللي هو عايزه 250 بكسل في 250 بكسل. تعالوا نقف كده، نقف على اي صورة من الصور دي، هلاقي بيكتب لي الدايمنشن بتاعتها 800 في 478 مثلا، دي كبيرة قوي، وبيكتب لي كمان تحتيها السايز بتاعها. فتعال نشوف الصورة كده اللي انا مجهزها. الصورة دي 350 في 263 بكسل والسايز بتاعها 7 كيلو، فانا بتهيالي الصورة دي هتبقى مناسبة. هدوس اوبن، هيبدأ يعمل ابلودنج الفوتو بتاعتي، وهيبدأ بالبوكس ده يقول لك سيلكت الايه اللي انت عايز تبينها، فهدوس سيف از بروفايل فوتو. انت عايز تعمل اي كومنت على الفوتو بتاعتك هيبقى تمام، هتكتبه هنا وهتدوس على شير. هنا بيقول لك سيلكت، والله انت عايز الكلام ده يبقى بابليك، فاحنا هنخليه بابليك وهندوس على شير. لو رجعت تاني لليوتيوب من هنا، لو عملنا كده ريفريش هلاقي البيكتشر بتاعتي او الفوتو بتاعتي نزلت في المكان بتاع في البروفايل. تعالى دلوقتي بقى نغير الكوفر فوتو، فتعالى اخش على البروفايل تاني، هلاقي هنا عندي لو وقفت بالماوس بس فوق البيكتشر دي هلاقيه بيقول لي تشينج في كوفر فوتو، او لو ده لو انت وقفت بالماوس هنا ومحصلش معاك ما بانش البورة ده ما بانش، ممكن تدوس على بروفايل من هنا. فانا تعالى هعلم على تشينج كوفر فوتو من هنا وهخش على ابلود. طبعا هو حاطط لك بعض الكوفر فوتوز اللي هنا، بس انا ما بنصحكش بيهم لان دول هتلاقي ناس كتير جدا مستخدماهم، فخليك انت مميز ونزل كوفر فوتو مخصوص بيك من على الكمبيوتر بتاعك. فتعال نشوف كده، ممكن ناخد كوفر فوتو ونشوف الليميتيشن اللي هو حاططها، يعني حتى لو نزلنا له صورة كان السايز بتاعها مش مناسب هو هيديني فيدباك وهيقول لي غير الكوفر فوتو دي لان مثلا حجمها مش مناسب. فتعالوا نشوف كوفر فوتو كده زي البانر ده واقول له اوكي، خلص الابلودنج بتاع الكوفر فوتو، بتهيألي هو قبله وهو نزل قدامك كده. طبعا انا مش محتاج دلوقتي ان انا اسيف او اي حاجة. تعالوا ندخل نعمل اديت للانفورميشن بتاعة الفيديوز اللي احنا عملنا لها ابلود. هو بصراحة فيديو واحد، فانا لو وقفت على فيديوز من هنا وهدخل على الفيديو بتاعي من اللينك هنا هلاقيه ابتدى يفتح لي فيديو. الفيديو بتاعي اللي انا عامله ابلود هلاقي ظهر لي البار ده ان انا ممكن ادخل اعمل اديت من هنا على طول للانفورميشن بتاعت الفيديو. طبعا ده ليه كذا مكان، يعني كان ممكن ندخل لنفس الصفحة دي من مكان تاني هنشوفه حالا، بس تعالوا نشوف ايه البيزك انفو اللي هو حاططها لنا. ده التايتل اللي انا كتبته وقلت بعمل سيرش بالتايتل ده عشان اوصل للفيديو بتاعي. الديسكريبشن طبعا بتاع الفيديو، التاجز دي مهمة جدا لان انا لو عندي مثلا 50 فيديو كلهم ليهم علاقة ببعض فهحط لهم نفس التاج، فهيتعمل اندكسنج للفيديوز دي ورا بعض بحيث ان اللي بيشوف فيديو منهم يبقى على يمينه بقيه الفيديوهات اللي ليها علاقه بنفس الفيديو ده. في الكاتيجوريز طبعا ممكن اعمل اديت للكاتيجوري من هنا، واي حاجه بغيرها لازم ادخل على البوتن بتاع سيف تشينجز وادوس على السيفنج عشان اسيف البيانات الجديده اللي انا ضفتها. تعالوا بقى نشوف الادفانسد سيتنج. Advanced settings فيها ان انت ممكن تسمح بالكومنتس، ممكن تسمح بالفوتنج على الكومنتس. User can view rating for this video، انت عايز تسمح بريتنج للفيديو بتاعك. Allow video response، يعني ينفع حد يرد فيديو على الفيديو بتاعك. تعال نشوف كمان enable embedding، فتعال نسيف الكلام ده ونرجع للفيديو بتاعنا.
ممكن اخش هنا، اخش على فيديو مانجر، واخش على الفيديو من هنا. تعال نشوف بقى الكلام ده. انا هنا عملت allow للكومنتس، فهلاقي التكست بوكس بتاع الكومنتس نازل. وهنا انا لو كتبت اي كومنت ودوست بوست، ممكن حد يعمل فوت على الكومنت نفسه، ممكن يعمل فوت اب او فوت داون، او ممكن يعمل ريبلاي طبعا للكومنت. طيب انا عامل فوت على الفيديو نفسه، ممكن اعمل لايك وديسلايك للفيديو. انا عامل لو دوست على شير، هلاقي البوتن بتاع امبيد، ومن البوتن بتاع امبيد ده انا لو خدت الكود ده كوبي وحطيته بيست في ويب سايت تاني في HTML بوكس بتاع ويب سايت، ممكن انزل نفس الفيديو بتاعي يفتح على ويب سايت تاني او داخل ويب سايت تاني زي بلوج مثلا او كده. فتعالى نرجع تاني للإيديتنج بتاعنا ونعدل بقى الكلام ده ونشوف الإفكت بتاعه. تعالى اخش على Advanced Setting، وتعالى اخلي مفيش كومنتس على الفيديو بتاعي. فتعالى نسيف Changes ونرجع تاني. لو جيت هنا هلاقي مفيش كومنتس، مكتوب كومنتس disabled for this video. تعالوا نشوف هنعمل embedding للفيديو ده ازاي. اخش على شير واخش على embed. طبعا هيفتح لك choices هنا، يقول لك select السايز اللي انت عايز تمبيد الفيديو ده بيه. فانا هامبيد مثلا ب 640 في 480، وبيقول لك هنا بعض الاختيارات. بيقول لك هل انت عايز يطلع اعلانات لفيديوهات تانية، او يعني يطلع قصدي يعني اقتراحات لفيديو تاني في نهاية الفيديو بتاعك زي ما هتشوف كده. هل انت عايز الشكل ده يطلع قدامك كده، ولا عايز بعد ما الفيديو بتاعك يقف خلاص يبقى الموضوع انتهى. فتعالى نعلم على التشيك بوكس ده نشيله، وتعالى نعمل انيبل او يوز اولد امبيد كود، لان في طبعا HTML5، فهو في بعض البروسيسور بيسبورت ال HTML5، في البعض ما بيسبورتهاش. فتعالى اخد الكلام ده كده اعلم عليه بس، او ممكن اعمل عشان اتاكد اعمل رايت كليك واعمل سيلكت اول، وهعمل رايت كليك وهعمل كوبي، وهاجي على HTML بوكس في السايت ده، وهبدا انزل الكود بتاعي الفيديو. هلاقي الفيديو فعلا نزل هنا في الويب سايت. تعالوا بقى نبدا نفتح الويب سايت ونخش على الصفحه اللي نازل فيها الفيديو ده. هلاقي نزلت لينك عندي الفيديو، ممكن اشغله من هنا على طول. ولو هتلاحظ ان هو بعد ما الفيديو بيخلص مفيش اي اقتراحات لفيديوهات تانية هتنزل.